طيب إيه سريعا كده بقى نموذج للخطاب القرآني وهو بيخاطب العقل، بيستعمل القرآن خطاب التساؤلات زي سورة الملك، بتبقى سورة 30 آية نصها، يعني لو قلنا 15 آية نص ال 30 تقريبا فيها ما يقرب من 12 ل 14 سؤال، أسلوب التساؤل بحيث إنه يستثير الذهن، أسلوب بيان طريقة التفكير الخاطئ وقواعد التفكير الصحيح، كل ده أساليب استعمال القرآن. مش هستطيع إن أنا أدخل في أمثلة، مآلات الاختيارات الخاطئة ومآلات الاختيارات الصحيحة. أسلوب القرآن في خطاب المشاعر مختلف تماما، في القرآن عشان يستثير مشاعرك جعلك تستحضر مدى ضعفك كإنسان واحتياجك لغذاء الروح، بل القرآن يخاطبك كإنسان أنت تحتاج إلى ركن ركين تركن إليه، فيقول لك هذا هو الإله الحق، أنت محتاج لربنا، وهذا الإله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أنت تحتاج إلى هذا الإله، وهذا الإله يفرح بتوبتك. فالقرآن يذكرك بوجود الإله الذي أنت بداخلك تحتاج إلى قوة تركن إليها، فالقرآن يذكرك بنقاط الضعف، باحتياجك لإله تركن إليه، احتياجك لحقيقة مطلقة. الإنسان يا جماعة من غير حقائق يبقى إنسان عدمي عبثي، يعني تخيل انت عايش في كون ما فيش فيه حقائق، يعني اي حاجة ممكن تطلع صح وممكن اي حاجة تطلع تبقى غلط، يعني القتل والسرقة ممكن قدامي يطلعوا صح. فالإنسان بيحتاج عشان يعيش حياة هادئة يحتاج الى حقائق، بيحتاج الى حقائق، فيأتي القرآن يقدم له حقائق مطلقة. استحضار مواطن الضعف زي الموت والنوم والابتلاءات في منتصف البحر، كل دي مواطن القرآن يعني سفرها بداخل الإنسان. فاستعمل القرآن اسلوب التنقل بين الدار الاخرة وعالم الشهادة وعالم الغيب، التنقل مرة كلام عن الدنيا وبعدين انتقال للدار الاخرة ثم عودة الى الدنيا. اخر حاجة عشان طولت عليكم هجيب مثالين للقرآن استعملهم في تفنيد الشبهات. مثال في سورة الانعام ومثال سورة القيامة. انا هجيب ايتين في سورة الانعام سريعا كده، لكن ارجو ان الكلام اللي قلناه النهاردة خدوا كواجب تطبيقي عملي على سورة الأنعام، يعني روح اقرأ سورة الأنعام واستكشف فيها مواصفات الخطاب القرآني سواء أنا ذكرته أو لم أذكره، يعني اقرأ كده الخطاب، يعني أنا وأنا جاي كنت قاعد بسمع سورة الأنعام فسمعت إيه؟ لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إيه اليقينيات دي؟ تخيل واحد منكر بيسمع الآية دي هتؤتى غصب عنك، فأنت قاعد بتسمع عايزك تسمع سورة زي سورة الأنعام، سورة طويلة بتتكلم عن الله، وأصلا سورة الأنعام فيها بيان حجة، يعني تلك حجتنا أتيناها، يعني فيها الحجة القوية ولله الحجة البالغة، كل ده في سورة الأنعام. فارجع اسمع سورة الأنعام وانت بتبحث عن مواصفات الخطاب القرآني. في قول الله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. دايما الانسان معتقد ان الحل الوحيد عشان اللي قدامك يقتنع بالحجة او انك ترد عليه بالشبهة ان يشوف اية حسية، وكتر طلب المشركين للمعنى ده اثر على بعض المؤمنين، وده المعنى ده انا بذكره في كثير من المجالس القرآنية والاسامة السور المكية، وذكرته بالتفصيل لسه في مجالس سورة الرعد اللي فاتت، المجلس الاول والمجلس الثاني اشرت ليه، لان المعنى ده ايضا متكرر في السور، في سورة الانعام وفي سورة الرعد، ان المشركين عايزين آية، ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من رب، وهات لنا آية واحنا نؤمن. ده الكفار بيقولوا كده، عارف لما تقعد مع واحد ملحد او واحد يقول لك ايه، انت عارف انت بس مشكلتك انت لو تقنعني انا اقوم اصلي معاك العشاء، بس انت انا مش مقتنع. فانت بتبقى معتقد ان انت ينقصك حجة او آية، يقول لك طب هات لي آية واحدة، آية واحدة بس، يقول لك ايه هات لي آية واحدة بس على وجود ربنا. فانت تبص له كده، كلامك وطريقتك وسؤالك واستفهامك كل ده دليل على وجود ربنا، يعني انك انت بتطلب وقدرت انك تبين عما بداخلك، ولو انا اتكلمت معاك وانك بتفكر وتحلل ده كل ده دليل على وجود ربنا. من اللي اعتقد ده؟ فربنا بيخاطب الناس اللي معتقدة، بعض الناس اهل الايمان معتقدين ان المشكلة في نقص الحجة او مفيش اية حسية، لو في اية حسية واحدة كانت الناس امنت، والطلب ده المشركين طلبوا كتير. فربنا بيقول، وربنا قال لهم اصلا قبل الايات دي على طول بيقول لهم: وما يشعركم انها اذا جاءت، اي هذه الايه الحسيه، لا يؤمن، مش هيؤمنوا. فربنا بيقول ده مش بس مش هيؤمنوا لو جاءت ايه حسيه، ده لو ربنا نزل الملائكه والموتى كلموهم وكل شيء اتحرك عليهم قال هذا رسول الله وهذا وحي من عند الله لم يؤمنوا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. شوف بقى خد بالك: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا
شياطين الانس والجن. يبقى انت لما بيجي واحد يسألك على شبهة لازم تعرف ان في حاجة اسمها شياطين الانس والجن، ان مش قضية ان هو قاعد مع نفسه وفكر قالك انا مش مقتنع، لا، في شياطين انس وجن بث الشبهات. استحضار ده مهم، انك تبقى فاهم ان في حاجة اسمها شياطين وانت بتحاربهم، وان الشبهة دي مش نابعة من داخلي، لا، ده على مر العصور شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ايه سخر. يبقى رقم واحد شياطين، في حاجة اسمها شياطين الانس والجن. رقم اتنين القول المزخرف. يبقى الشبهة لازم بيتم زخرفتها. يعني وكلمت على ده في درس مع قصد الشيطان، الشيطان لما بيبث شبهة مش بيجيب لك شبهة سخيفة او مش حتى الشهوة. يعني الشيطان لما راح لسيدنا ادم وقال لي سيدنا ادم كل من الشجرة، قال له ايه؟ ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة الا ان تكون ايه؟ ملكين او تكون، يعني ما قالوش روح كل من الشجرة دي هتجيب لك مغص وهتتعبك، روح بس كل من، يعني ما بغضش ليه الشجرة، بالعكس لازم ايه؟ يزخرفها ويزينها. لذلك عجبني اسم كتاب بتاع العجيري والشيخ العجلاني اللي نزل جديد اسمه زخرف القول، الاقوال التي زخرفت وانتشرت بين الناس فبيرد عليه. القول المزخرف المزين، والزخرف ده اللي هو ممكن يكون ماء الذهب المطلي، الشيء مطلي بماء الذهب فيظن انه ذهب، او الذهب زي قول الله سبحانه وتعالى والزخرفة. يبقى اول حاجه الشياطين الانس والجن، كل دي عوامل القران بيقول لك، وانت تفند الشبهه لابد ان تستحضر ان القضيه ليست معلومه خاطئه فقط. انت فاهمين اللي انا عايز اقوله؟ انت لما بتيجي تناقش شبهه القضيه ليست في خطا نظريه الاكوان المتعدده فقط، لا، ده وافقت هوى، ده تم زخرفتها وتم تزيينها ووضعها في ابحاث ومعموله في ريسيرش ومعموله بصوره معينه عشان تروج على الناس وليها اهداف فلسفيه. يبقى القضيه ليست معلومه خاطئه تقابل بمعلومه صحيحه، لا، ده في شياطين انس وجن، ثم في زخرفه يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما، برغم ان ده افتراء، قول المزخرف ده افتراء، فذرهم وما يفترون. طيب شياطين الانس والجن هيخترعوا شبهه ويزخرفوها، ايه اللي هيحصل بقى؟ يجي واحد يقول لك ايه؟ والله انا سمعت لفلان الشيطان فلان الفلاني، مش هقول الشيطان يعني، سمعت لان في شياطين الانس، استمعت الى الشيطان فلان الفلاني واقتنعت برايه. اقتنعت برايه، يقول لك انا بسمع لكل الناس، فلما سمعت لفلان الفلاني اللي هو الشيطان يعني اقتنعت برايه. شو ربنا بيقول لك؟ خد بالك، ليس قبول الشبهة دائما ناتج نتيجة اقتناع عقلي، امال ايه؟ ولتصغى. تصغى يعني ايه؟ تميل. لا، صغو اصلا ما يعني الميل، اصغى اليها الاناء، النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الهرة اي امال لها الاناء، بدأ القول ده ايه؟ يعجبه، يميل اليه، حس ان القول ده ينهر ابيض، ده الموضوع اللي طلع حرام لو خدنا بالقول ده هيطلع حلال، انا موافق على القول ده. هو موافق عليه ليه؟ يعني عجبه. يبقى لتصغى اليه ايه؟ افئده. ما طلعش عقول، يعني اللي اقتنع اللي خلاه يقبل القول ده الفؤاد مش العقل، القول ده طلع هيخليه يفجر امامه. لتصغى تميل اليه ايه؟ افئده. وطلعت المشكله الرئيسيه عنده الذين ايه؟ لا يؤمنون بالآخرة. يبقى الحل الجذري للشخص ده مش انك بس ترد له على الشبهة، انك تكلمه عن اليوم الآخر، تقول لي يا عم ده هو مش مقتنع اصلا، اقول لك ايوه انا عارف. يعني طلعت الدروس الوعظية اللي بتتكلم عن الدار الآخرة مفيدة في رد الشبهات؟ طبعا طبعا مفيدة جدا في رد الشبهات، لان جزء كبير من الشبهات بتنطلي على الانسان، مش بتنطلي، بيميل اليها الانسان، بل يميل اليها، عشان نستعمل بقى التعبير القرآني، يميل اليها فؤاد الانسان نتيجة ان هو بعد عن اليوم الاخر وعن ما عادش خايف من اليوم الاخر. يبقى اللي هيقبل ده مين؟ فؤاد مش عقل. الذين لا يؤمنون بالاخر. يبقى كثرة الحديث عن الدار الآخرة من العواصم من السقوط في الشبهات. مهم جدا انك تسمع كثيرا عن الدار الآخرة. يبقى مهم يشوف القرآن. القرآن يا جماعة لما بيركز، لما بيرد على شبهة بيرد على أصل الشبهة. يعني ايه تاني؟ شوف ربنا بيقول ايه، وده من الآية دي فيها فوقية، خطاب فوقي وفيها تركيز. بل نقذف بالحق، شوف كلمة نقذف، حينما تتخيل أن الله بقدرته يقد، يعني هو يقذف بالحق، بل نقذف بالحق
على الباطل. شوف قذائف الحقل جت فين؟ في الباطل. فيدمغه، بعضهم قال فأصاب دماغه، عارف لما قذيفة مصابة في الدماغ فتموته، فيدمغه. القرآن لما بيجيب على الشبهة مش بيجيب على الشبهة الظاهرية، لا بيجيب على ما وراء طلب الشبهة دي. ازاي؟ اجيب لكم نموذج حتى على المؤمنين في سورة النساء. انا طولت عليكم معلش، ان شاء الله 5 دقايق وخلص، بس لو عديت 5 دقايق اتسامحوني ان شاء الله. صلوا على النبي. كنا نقول في سورة ايه؟ تمام. في سورة النساء لما انتقل المسلمون من مكة الى المدينة، كان بعض المسلمين في مكة بيتمنى الجهاد، وكان دايما هو في مكة يقول متى يؤذن لنا بالجهاد؟ ليه يعني يا رب ليه ما يكتبش علينا القتال؟ عايزين نقاتل خلاص. ألم ترى إلى الذين قيل لهم، أي في مكة، كفوا أيديكم، أي عن القتال. طب نعمل إيه في مكة؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما أي انتقلوا إلى المدينة، فلما كتب عليهم القتال، لما انتقلوا إلى المدينة وحصل نوع من الاستقرار في جو المدينة، جو مكة جو كله ما فيش فيه استقرار، جو ضرب وتعذيب وأذى، فما فيش واقع مستقر، فأنت مش باكي على شيء فعايز تقاتل. فما راح المدينة واشتغل في التجارة واتجوز واشتغل وعلق اليافطة، وبقى في الدنيا بقت فيها نوع من الاستقرار. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، وقالوا، ده سؤاله، قالوا إيه؟ لما كتبت علينا القتال؟ مش ده سؤال؟ هذا السؤال قد يجاب بأي إجابة شرعية صحيحة. يعني ممكن لو السؤال ده جه حد مثلا كاتب في السيرة وبيقول إيه؟ ولماذا فرض القتال في المدينة ولم يفرض في مكة؟ السؤال ده له إجابات، حتى كان في مكان وفي قوة، وحتى إذا استكملنا العدة يعني له إجابات. لذلك لما المفسرين قالوا هو يعني لما كتبت علينا القتال، بعضهم قال لما كتبت علينا القتال الآن، يعني لماذا لم يؤجل القتال؟ ده برضو سؤال ممكن يبقى له إجابة. كتب عليكم القتال الآن لأن لابد من مباغتة المشركين وعدم الانتظار، يعني كان ممكن يبقى له إجابة من باب السياسة الشرعية. أو لما كتبت علينا القتال، كان السؤال معناه لماذا ليست الدعوة لقتال، يعني للقتال لما كتبت علينا القتال تحديدا، هل ما فيش وسائل أخرى للإصلاح؟ كان ممكن برضو يرد عليهم برد من باب السياسة الشرعية، أن أي أمة تترك القتال تنهار، لابد من أن كل أمة يكون عندها قوة تدافع بها عن نفسها. القرآن لرد على بهذه الطريقة ولا رد عليه؟ السؤال لما كتبت علينا القتال، الجواب ها قل متاع الدنيا قليل. إذا إيه علاقة السؤال بالإجابة؟ إيه علاقة السؤال بالإجابة يا جماعة؟ هذا هو الدافع الحقيقي المختبئ وراء السؤال. القرآن مش هيقعد بقى، لا القرآن بيجيب على الدوافع الداخلية. لما بتتحل كل حاجة بتتصلح، زي بالظبط غزوة أحد، وجت منكم من يريد الدنيا منكم، دي ده الايه، لما قعدنا نحلل وصلنا لدي، دي اتحلت كل حاجه هتتحل. فشوف السؤال، انت ممكن واحد يجي يسالك، احد يسال اسئله كتير واصل مش عارف ايه، فانت تقول له انت عايز تتجوز في حاجه، انت يعني في مشكله اكيد، او انت يعني انت ايه اللي خليك عمال تتكلم كده؟ يعني في احيانا واحد يسال مثلا سؤال ومش عارف ايه، تقول له انت في حد منكد عليك، في حاجه ورا الكلام ده يعني، واصل ما فيش مش عارف ايه، والاسلاميين ضيعوا الدنيا. انت يا ابني في حاجه مزعلك اليومين دول؟ في انا واحد عمل لي بلوك على الفيسبوك. طب ما تقول كده، يعني احيانا بيبقى الاسئله الكتير وراها دوافع نفسيه معينه، ودي زي ما قلت لك خطوره تجريد الشبهه عن سياقتها. القرآن ما بيعملش كده، القرآن فيدمغه، بيجيب على الدوافع اللي خلته يسأل السؤال ده. فربنا بيقول ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وبعد ما كان مجرد ميل لك أنا موافق، والإيه وليرضوه، بقى راضي وبقى بيؤصل، ثم يقترف وليقترفوا ما هم مقترفون. شوف بعد اللي خلاه يكون في حزب الشيطان، إنه أصغى فمال فؤاده فابتعد عن الدار الآخرة فرضي فاقترف والعياذ بالله. طيب كان نفسي ناخد نموذج تاني لسورة القيامة، بس أنا طولت عليكم، ممكن أقول لكم في دقيقة كده سورة القيامة، بس رجعوها بالتفصيل في درس كامل عن سورة القيامة، كيف عالجت سورة القيامة شبهة اللي هي إيه؟
اللي هي هل يستطيع الله، ده سؤال مشرك جاي بيسأل للمسلمين شبهة بالنسبة له، هل يستطيع الله إحياء الموتى؟ ما الدليل على أن الله قادر على إحياء الموتى؟ ده ممكن واحد يجي يسأل السؤال ده، زي بالظبط الشبهة اللي جت في آخر سورة ياسين، إن واحد يجيب مجموعة من العظام ويقوم كسرها كده وعملها رفات أمام الناس ويقول إيه أن يحيي هذه الله بعد موتها، إزاي ده يحصل تاني؟ ففي سورة القيامة ربنا بيقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هو بيعترض بيقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ شوف إزاي سورة القيامة ردت على الشبهة دي، شبهة هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجمع العظام. طريقة سورة القيامة في الرد على هذه الشبهة تدرس، يعني ده منهج كامل في السورة دي، إزاي الأول إثبات الله قادر، وعين ترك السؤال تماما وقال له خد بالك انت بتسأل عشان انت عايز تفجر، جاب له الدافع، بل يريد الانسان ليفجر امامه. وبعدين اللي هو بينكره اللي هو يوم القيامة، القرآن تعامل معاه على انه حقيقة. عارف لما واحد جاي يقول لك شبهة تتعامل مع الشبهة دي على انها حقيقة بديهية اصلا، يا ابني انت اللي مجنون، يعني يقول لك ايه الدليل على وجود ربنا، فانت تقول له اللي بينكر وجود ربنا مجنون، يعني انت تجاوزت الشبهة مش بس بإقرارها وأدلتها، ده اللي بينكر ده عنده مشكلة. وبعدين القرآن بدل ما يجيب له أدلة يوم القيامة تجاوز النقطة دي، وبعدين تكلم قال له أنت مشكلتك أنك عايز تفجر أمامك، عايز تعمل الشهوات، وإن يوم القيامة بقى لما هيجي زي بقى فكرة الامتحان لما يجي هتسقط، فإذا برق البصر وخسف البصر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، أنت بقى اللي بتقول فين يوم القيامة او امتى يوم القيامة، هتقول انت ساعتها هناك، انا انت ساعتها تقولي اين المفر، وساعتها يتقال لك كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر، وكل اللي انت عملته. شوف هو بيسأل ايه، هو بيسأل ما الدليل على قدرة الله على البعث. شوف القرآن بخطبه ازاي تجاوز السؤال، وبعدين قال له ايه انت هتقول هناك اين المفر وهتنبأ بالتفاصيل، وبعدين خرج كمان الصورة لان هي بتتكلم على قضية معينة، وده انا شرطها في الصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتلقى الوحي، وبعدين قالت له الخلق الإنساني اللي خلاك تقبل الدنيا وتترك الآخرة هو خلق العجلة، ولذلك سورة القيامة عالجت هذا الخلق، يعني الدافع اللي خلاك تنكر يوم القيامة ان انت انسان عجول، لذلك السورة بتعالج خلق التعجل عند الانسان سواء عند المؤمنين او سواء عند الكافرين، لذلك ربنا كلا بل تحبون الايه العاجلة، اللي بيختار الدنيا على الاخرة ده متعجل وتذرون الاخرة. وبعدين جابت له مشهده يوم القيامة وان هو ازاي هيحمل الذنوب ويفعل به فاقرة، وبعدين جابت مشهده لحظة الموت والروح بتخرج منه والناس عمالة تتنادى وقيل من راق، حد يا جماعة يجي يرقيه، حد يجي يلعالجه، او من راق الملائكة من سيرقى به الى السماء. وبعدين رجع بيه سياق تاني للدنيا وتقال له فاكر في الدنيا كنت بتعمل ايه، لكنت بتصلي ولا كنت بتزكي وذهب الى اهلية تمطى. وبعدين رجع بقى للسؤال الاول تاني، هو انت فاكر ان انت جاي سودة؟ هيحسبوا الانسان، يعني الايه دي معناها ايه؟ احسن خد بالك، وده سؤال ده اجابه عقليه منطقيه بس احنا مش فاهمينها، تبعات انكار يوم القيامه معناها حاله من العدميه السوداويه، يعني السودة دي يعني العدميه والعبثيه، يعني بتقول له اللي هو يعني انت مصيرك هيبقى زي نيتشه كده، يعني انت عايز تنكر البعث يبقى احنا حاله من احنا غابه، بتقبل ده؟ هيحسب الانسان يترك سودة. وجي بقى في الاخر الرد العقلي على شبهة أن الله قادر على أن يبعث الإنسان، مش ربنا خلقك من نطفة وربنا من مني يمنى ثم جعله نطفة ثم جعله ذكر وأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سؤاله يعني الرد جه في الآخر، طب ما كان يجي في الأول، لا شوف الترتيب والتطويف، ويجيب له لحظة الموت ولحظة البعث ومشهده يوم القيامة ومشهده هو بيجري، وبعدين مشهده هو بيحمل الذنوب ويفعل به فاقرة، ومشهده وجهه باسر وبعدين باسرة والتطويف ده، وفي الاخر يقول له أليس ذلك بقدر. لا يملك المستمع المنصت اما ان يقول بلى ويؤمن او بلى ويجحد، يبقى عارف ان ربنا خلق ثم يجحد ويصر ويعاند ويستكبر. ده اسلوب الخطاب القراني مختلف، احاط بالنفس البشرية، طرق على جوانب متعددة، استعمل اسلوب السؤال، استعمل اسلوب اللوازم تبعات قولك، استعمل اسلوب الوعظي، خاطب المشاعر خلاه يتخيل يوم القيامة ويستحضر نفسه، تجاوز الشبهة وتعامل معها لانها حقيقة مطلقة، كل ده يتعامل في سورة القيامة.
لازم نتعلم من الخطاب القرآني في تقرير العقائد وفي الرد على الشبهات. خطورة تجريد الشبهة عن ثقة والتعامل معها على انها معلومة خاطئة، ده امر بيطول كثير من النقاشات، تقعد سنة تتناقش في مسألة واحدة، والقرآن لم يتعامل بهذه الطريقة. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل القرآن الذين ماله خصته. اعتذر عن الإطالة، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.